كيفيه الوقايه وكيفيه تجنب التعرض للخطر ديال هذا المرض. وشكرا وكنعطيك الكلمه للسي مصطفى خصوصا ان المجال ديال الاعمال ديالنا ديال السي البحري او المياه بصفه عامه كيكون في واحد العمل في واحد الدائره تابعه لوزاره الصحه تيكون في الميناء وكاع في المناطق الحدوديه تيكون في لي بوست فرونتيير حتى في المطار ولا تيكون الناس ديال وزاره الصحه دي زوفيسي بلا سونتي تيكون سواء ديال المنتج واحد سواء معروفه تكون باراميليتير كان تسولي لها باش نديرو الزلم ديال المعاد وهذيك قبل ما يدخل اي واحد يديك المشرف هذيك الناس ديال الصحه هما اللي كيطلعوا هما الاولين خرجوا جمارك كيطلع كياخذ المعلومات من جهه ديك البحيره تشوف البوطه ديالهم تعرف تكتب المحاور الصحيه ديال ديك الطاقه ديال ديك البحيره حتى كيسمي لنا واحد لابي سانيتار كيتسمى تيسمي لنا واحد الورقه بان هاد البحيره هاد الناس اللي فيها ما تيشكلو حتى شي خطا ودابا راه عطيهم ديك لي ترمومتر خاطئ كيوجدوهم لدرجه الحراره وكيسمي واحد الورقه بان هاد البحيره راه ما تيشكلش حتى شي خطا على الصحه ديال الناس مصاريف اخرى كانت راسهم العمل ديالها بالنسبه لنا حنا كيدخلوا بعض الصغيرين ديال الصحيه كيعلموا راه حنا كيدخلوا دابا حاليا راه كيدخلوا للعيون كيدخلوا للعيون كيدخلوا للعيون دابا الشهر كيجي واحد ديال السوبر ماركت هنا كنا درنا اجتماع في العام 56 وكنا درنا نفس القضيه اللي كنا طرحنا لو ما يدخل شي واحد دابا راه ما ضرش غادي يدخلوا الا دخل شي واحد راه كنعيطوا للاخوان ديال الصحه كيطلع كياخذ معاهم المعلومات من جا في مشى ولا مشى للمنطقه اللي فيها اصلا فيها مشكل وكيولي تيأكد لنا بان راه ما كاين حتى مشكل تزيد يخدموا مع المواطنين ديالنا وبالنسبه للقضيه اللي زدتي ديال اليابانيين هما اللي كيشيروا عندنا هنا هما اللي كيشيروا الطوب ماشي دابا حنا دكتور هي كوقايه زعما قبل ما لا هذوك الناس هو نفسك تعرف بان الناس اللي قلتي ماشي جاي من عندهم مراه ولا ماشي جاي من عندهم ماشي بالضروره حيت جاي من الصراع الصينيين كلهم مراه لا ماشي غير كنقولوا زعما كوقايه شوف حنا بالنسبه للاداره ديالنا راه دايرين الاجازات اللازمه وهذه الحمله التحسيسيه كنقصوا في اطار ديال المجهود اللي كداه بالنسبه لهذوك الناس اللي هما راه ما يمكنش واحد البحيره غادي يهز الناس مرة غادي يخدموا في البحيره ديالو حتى هو راه داير قبال بيخرج من ديك الدوله ديالو راه كيدير لهم سوفي ميديكا بدل البطوط الكبار تكون فيهم طبيب ديال الجابوني تشوف معاهم في الاقوى ماشي عندهم طبيب في الاقوى عندهم طبيب في الاقوى تيديروا تعاملات جراحيه ماشي عندهم سبعه ولا شي حاجه تما كاين كلشي والبحاره ديالنا هو شي مفرع ولا البحاره ديالنا كيقراو شي حاجه في البحر ماشي في اليوم كيعاونوا يعني انهم باقي بوش دابا وناس مور عندهم الامكانيات المرتفعه بزاف ما تيشكلوش شي خطر ماشي جايين من شي مناطق اللي فيهم شي اوبئه ولا شي جايين من مناطق خاصه اليابانيين راه كتعرفوا المستوى ديالهم المعيشي واللي جايين ديالهم غادي تدخل تصدر ما تدخلش بعيد راه ما تدخلش تدريب لا راه عندهم البطن بحال بلا موفي كتحيد السبان ديالك في الباب ديال البطن بحال داخل الجامع خدمت معاهم خدمت معاهم كيعطيك لي بونتون في كاع البونتون كتشدها تما كتطلع ما كاينش شي حاجه الا كانوا البطن غيوجدوا تاني باسك غيوجدوا كل شيء هما تيخافوا من الماء اكثر كيخافوا من عندهم ديسي عندهم عيال الناس ديال الوزيرات اللي تيخدموا الكاب راه قدامي هادي راه في البرومز زعما انا وقعت معاه حيت سولت واش لاني انا خدام عادي ولكن شريك كنت نجيب دابا الف من اكادير وما غنسمع حتى شي عامل وما غنسمعش الحمد لله نيت سبور على سبور غالي عادي داك الشيء اللي سمعتو بين المواد وداك الشيء راه خدام بالنسبه للسلعه راه غير بالنسبه للركاب والاخر اللي مبوسين السلعه ما فيهاش اشكال يعني كنشكرو مره اخرى السي مقصيه الدكتوره وبالنسبه للسي مقصيه هذيك الهضره اللي كنتي راك قلتها له قبل راه غير قلنا للسيد اللي باش اللي يعرف شي بتاع كل شيء ديال الدوشي تعملي لونتين اللي فيه ماشي مشكل الشغل ديالي عندنا في الميناء تما الحمد لله ما كاين واحد السؤال دكتور هذه القضيه ديال هاد القضية ديال 25 ديال درجة الحرارة كتقتلوه واش بصح ولا؟ اه
ملي كتكون الحرارة بزاف هاد الفيروس كيموت. كاينة واش كاينة هادي بعدا كاينة دابا حنا بقينا كنسمعوا بزاف حنا بقينا كنسمعوا بزاف الاشاعات كل واحد الدكاتره ولاو بزاف في العالم دابا خليت سمع جميع انواع الفيروسات هو هي بحال اللي قال الدكتور ديال السوبر عندهم
محتاج شي عامين الحمد لله نتسقوا على سبار عادي داكشي اللي سمعتوا بين النوار وداكشي راه خدام بالنسبه للسلعه راه غير بالنسبه للركاب وراه كل اللي بيبغوا السلعه ما فيهاش